مبنى هلبقى في الهارموني للموسيقى الكلاسيكية في هامبورغ أصبح جاهزاً لكن بنموذج مصغر، وهو يحتوي على صالة للعزف قابلة للطي وموسيقيين من اللدائن والألمونيوم. هنا يمكن أن يتدرب الموسيقيون وقائد الفرقة، لأن المبنى الحقيقي سيكون جاهزاً بعد 3 سنوات. 300 ضيف وصحفي جاءوا للاحتفال الساخر بافتتاح مبنى فرقة الأوركسترا. كان الصوت ممتازاً وشعرنا بمتعة كبيرة، والموسيقيون كانوا متحفزين للعزف والجمهور بدأ متحمساً. وكذلك هو الحال مع زوار الشكل المصغر لمبنى ألب فيلا هارموني. سخرنا فعلاً من المبنى الحقيقي، فنحن يمكن أن نتهكم بلا شك من ذلك كله. النموذج المصغر هو ابتكار التوأم فريدريك وبراون، فقد أرادا تقديم نموذج كامل وبجميع المقاييس. نحن نحب المتعة ونترجم ذلك في عملنا، إذ ليس هناك حالياً ما يجلب المتعة في هامبورغ أكثر من الحكايات الحزينة والساخرة المتعلقة بمبنى ألب فيلا هارموني. أثناء تصميم النموذج كان المبنى قيد الإنشاء منذ عام 2007، وكان من شأنه أن يصبح معلماً لهامبورغ لو أنجز في الوقت المناسب، وتضاعفت تكاليفه 10 مرات، والآن يسدد دافع الضرائب النفقات الإضافية. أتساءل كيف يمكن أن يخطئ المسؤولون بتقدير التكاليف؟ عليهم مراجعة المشروع والتأكد من حجم التكاليف. النموذج المصغر لألب فيلا هارموني لم يكلف دافعي الضرائب سنتاً واحداً، ومع ذلك فإنه كلف 350,000 يورو، أي 3 أضعاف تكلفته الأولية. واجهتنا مشكلة كبيرة قبل افتتاح هذا النموذج المصغر، إذ كان لابد أن يتحمل جميع هذه الأحجام والأثقال التي ركبت فوقه، وكان علينا أن نزيل الرقائق المعدنية ونثبت 2500 قطعة من الزجاج المصنوع يدويا، ثم قمنا بتلوين الزجاج لكي يعطي بريقا حقيقيا، وقد استغرق العمل حوالي 1000 ساعة. الشقيق التوأم جيريت براون واجه مشاكل تقنية أيضا. لقد انقطع أحد الأسلاك وأحدث تماساً كهربائياً ما أدى إلى بعض التأخير، ونتمنى ألا تكون قد حدثت أخطاء أخرى. كان القلق يشوب تجربة افتتاح صالة العزف بشكل آلي. 30 عاملاً أمضوا 10,000 ساعة في إنجاز النموذج المصغر. كينيث ماندل هو الذي أعد المؤثرات الصوتية. يجب أن يشعل الضوء ويطفأ في أوقات محددة، ويجب أن يأتي ذلك بالتزامن مع عزف الفرقة الموسيقية داخل مبنى ألب فيلا هارموني، وهذه الحسابات كلها تستغرق وقتا طويلا بل أياما كاملة لإتمامها بصورة صحيحة. مركز التحكم هذا يتيح للعاملين التحكم في النموذج. إنه أكبر منشأة مصغرة في عالم السكك الحديدية، وقد سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وهناك أكثر من نموذج واحد لهذه السكك، وأقيم معرض لها يوهم بأنها حقيقية. عندما تقف ل5 دقائق ترى تغييرات كل بضع ثواني، مشهد يعيد المرء إلى طفولته. رأينا الكثير من الابتكارات على يوتيوب لكن لم نرى مثل هذا النموذج. حقق التوأم فريدريك وجيريت براون حلم حياتهما. في السابق كانا يديران مرقصا، وجاءتهما الفكرة بعد زيارة لسويسرا. دخلت إلى محل لبيع نماذج السكك الحديدية في سويسرا فتذكرت طفولتي، ومن ثم اتصلت بشقيقي وعرضت عليها أن نبيع النادي الليلي ونصمم أكبر نموذج للقطارات في العالم. الأخ جيريت هو أكثر عقلاني من فريدريك، إذ اعتبر الفكرة مجرد أضغاث أحلام. تبدو فكرة طريفة لكنها ليست فكرة تجارية ناجحة. فتحقق لهم ذلك أيضا، إذ أن أكثر من 10 ملايين شخص زاروا هذا النموذج في السنوات 13 الأخيرة، ودفعوا ثمناً لتذاكر الدخول إلى عالم العجائب المصغر، والذي أضيف إليه تواً معلم جديد وهو نموذج ألب فيلا هارموني.